الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح.

the door all... صِرَاطَ الَّذِينَ <سؤال> نعمت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كما كتب على الذين من قبلكم ولكم تتقون أيام معدودة فمن كان منكم مريضا فعلى سفر فمن كان منكم مريضا وَلَا سفر فَإِدَّةٌ من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير الله وان تصوموا لكم إن كنتم تعلمون شهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خدى لِلنَّاسِ وبينات من الهدى وضم للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشعر فمن شهد منكم الشهرة فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولا ولتكملوا ولتكملوا ولا تكملوا ولتكبروا تكملوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

کہ سو تم روزے رکھو چند گنتی کے دن اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں تعداد پوری کرنی ہوگی اور ان لوگوں پر جو اس یعنی روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ طور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا شرط استطاعت واجب ہے اور جو شخص پوری فروغ برداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا اور اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نادل کیا گیا ہے وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے ایسے دلائل جو ہدایت پیدا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی قرآن میں الہی قرآن میں الہی نشان بھی ہیں اس لیے تم میں سے جو شخص اس مہینے کو اس حال میں دیکھے کہ نہ مریض ہو نہ مسافر ہو اسے چاہیے کہ اس کے روتے رکھے اور جو شخص مریض ہو یا مسافر میں ہو تو اس پر اور دنوں میں تعداد پوری کرنی واجب ہوگی اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا اور یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑھو اور تاکہ تم تعداد کو پورا کر لو اور اس بات پر اللہ کی بڑائی کرو اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو سيبدا هنا رمضان غدا بفضل الله تعالى وقد كتب الله صيام رمضان لرقينا الروحاني والايه الاولى التي تلوتها قال الله تعالى فيها بان الصيام كتب عليكم لعلكم تتقون وما هي التقوى وما هي التقوى قال المسيح الموعود عليه السلام في شرحها المراد من التقوى ان يراعي الانسان جميع امانات الله والعهود الايمانيه ويراعي ايضا جميع امانات المخلوق والعهود بقدر استطاعته اي يلتزم بادق جوانبها بكل ما في وسعه اي يجب ان يؤدي الامانات والعهود مراعيا ادق جوانبها ويلتزم بها وليس ذلك سهلا ما هي حقوق الله وحقوق العباد واذا اراد الانسان وضع فهرس لها لصار قلقا اننا لا نستطيع ان نؤدي حق عباده الله ومن حق الله تعالى أن نشكره نظرا إلى مننه تعالى علينا، ولا نستطيع أداء حق شكره ولا نستطيع أن نؤديه، ومعظم الناس يتمتعون بنعم الله تعالى دون أن يشكروه مع أنه واجب وهذه ايضا منة الله تعالى انه يكرمنا بنعمه بالرغم من حالتنا وعدم شكرنا. ثم ثم ان العهود التي قطعناها مع الله تعالى لا نوفي بها كما لا نؤدي حقوق مخلوقه وحقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق ابناء السبيل وحقوق المجتمع بصفه عامه مع اننا مامورون بادائها فاذا استعرضنا بشكل دقيق تبين لنا اننا لا نؤدي حقوق الله تعالى ولا حقوق العباد كنت طلبت وضع فهرس لحقوق العباد وحقوق خلق الله تعالى التي لا تتضمن الا الحقوق الكبيره فصار عددها ثمانيه او تسعه باختصار قال المسيح الموعود عليه السلام اصل الايمان ومقتضى التقوى ان تؤدوا بدقه العهود التي قطعتموها مع الله تعالى وتؤدوا حق الامانات واوفوا بعهودكم مع الخلق ايضا بدقه وتؤدوا لهم اماناتهم باهتمام حينها يمكن القول بانكم متقون ويقول الله تعالى ويقول الله تعالى قد جاءكم شهر رمضان ووجهتم إلى صيامه لكي تسدوا النقائص التي حدثت في أداء هذه الحقوق خلال أحد عشر شهرا من السنة متوجهين إلى الله تعالى في هذا الشهر وتاركين الأشياء المباحة لوجه الله تعالى ومتحملين الجوع والعطش لوجه الله تعالى وملتزمين بعبادته تعالى اكثر من ذي قبل ومهتمين باداء حقوق العباد بوجه خاص واذا فعلتم ذلك تحليتم بالتقوى وهي الغايه من رمضان والصيام. وإذا صام الإنسان بهذه النية لنيل هذا الهدف، وقضى رمضان بنية حسنة، فلن يكون هذا التغير مؤقتا، بل سيكون دائما. وستتوجهون الى اداء حقوق الله تعالى والى اداء حق العبادات بشكل دائم ولن تغلبكم اشغال الدنيا ولغوها وستنتبهون عموما الى اداء حقوق الناس ايضا ولن تكونوا ممن يغتصبون حقوق الاخرين لمصالحهم الشخصيه وإذا لم ندخل رمضان بهذه النية وبهذا العزم فدخولنا رمضان عبث لا جدوى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير الفتره بين خريف الى خريف اخر هي سنه كامله وهذا يعني ان الله تعالى يبعد بينه وبين النار ما يوازي سبعين سنه هذه هي بركات رمضان. وهذه هي التقوى التي ينشئها الصيام. لا ينشئ الصيام التقوى لثلاثين يوما فقط. بل للصيام الحقيقي ولو ليوم واحد تاثير الى سبعين سنه واذا نظرنا بهذا الحساب وبتلك المعاني نجد انه منذ وجوب الصيام على كل مسلم بالغ الرشد فانه يستفيد من الصيام استفاده حقيقيه ويصوم مستوعبا الروح الحقيقيه للصيام ويستفيد طوال حياته من البركات التي وضعها الله تعالى في الصيام ويتحرى سبل التقوى التي هي الغايه من الصيام وهكذا سينجو من غضب الله تعالى وينال رضاه تصوروا كم سيكون مجتمعنا مجتمعا رائعا لو كان فيه مثل هؤلاء الصائمين الذين يؤدون حقوق الله تعالى وحقوق العباد وهذا هو المجتمع المثالي الذي يتمنى كل مؤمن انشاءه بل يسعى كل انسان ان ينشئ مجتمعا كهذا اما الحقوق فكل انسان يريدها لنفسه بغض النظر عن عدم اهتمامه لحقوق الاخرين ولكن الاسلام يقول انه يجب ان تنشئوا مثل هذا المجتمع للاخرين ايضا ولا تنظروا الى مصالحكم انتم فقط ولا تحافظوا على حقوقكم فقط بل عليكم ان تراعوا حقوق الاخرين ايضا وتهتموا بها اما وباء كورونا المتفشي في هذه الايام فانه قد حصر معظم الناس في بيوتهم بقوه القانون وهنا نشا شيء جميل في الجماعه وتوجه الى ذلك بعض الناس الاخرين ايضا ولكن جماعتنا توجهت الى ذلك بشكل خاص وهو ان خدام الاحمديه في جميع بلدان العالم يوصلون المساعدات والطعام والادويه والاشياء الاخرى الى الناس حيثما دعت الحاجه وهذا هو النموذج الامثل لاداء الحقوق والذي يستفيد منه افراد الجماعه كما يستفيد منه الاخرون ايضا ويتاثرون به هذا هو التوجه اعني التوجه الى خدمه الخلق والذي قد تولد في هذه الايام فانه يجب ان يبقى فينا دائما وليس بشكل طارئ وعابر فقط على كل حال هناك فوائد اخرى لهذا الحجر المنزلي ويكتب الاخوه ان بيوتنا سادها جو طيب لقد جلسنا في البيوت منعزلين وصرنا نؤدي الصلوات في جماعة، وتلقى بعدها دروس دينية قصيرة، ونستمع معا لخطب الجمعة، ونشاهد برامج أخرى على قناة MTA. لو طال هذا الحجر المنزلي أكثر واستمر في رمضان أيضا، ففي هذه الحالة يجب على أبناء الجماعة أن يسعوا لأداء الصلوات جماعة وإلقاء الدروس في البيوت باهتمام أكثر من ذي قبل. علموا الصغار مسائل دينية بسيطة وكما قلت من قبل في إحدى الخطب أنكم يجب أن تزيدوا على هذا النحو علمكم وعلم الأولاد أيضًا، وأن تهتموا بالدعاء خاصةً، واسألوا الله تعالى رحمته لكم ولسائر أهل الدنيا. هذه الأيام التي هيأها الله لنا ينبغي اغتنامها إلى أقصى الحدود، وكما قلت من قبل يجب الاهتمام بتحسين هذا الجو الطيب الذي خلقه هذا الوباء في بيوتنا عموما. وليس ان تكون بيوتنا كبيوت اهل الدنيا التي يقال عنها ان حالات الخصام والفساد والقلق والاضطراب قد ارتفعت فيها في هذه الايام بصفه عامه. كلا بل يجب أن تتحسن أجواءنا في هذا المناخ الطيب بسبب الخير الذي ندعى إليه. أحيانا لا يكون الرجال جزءا فعالا من هذا الجو الديني الذي بدأ يتولد في البيوت. وفي بعض الأحيان تكون للنساء أيضا أولويات أخرى. ان هؤلاء لا يدركون مطلقا مدى ضروره الانابه الى الله تعالى وكسب رضاه في هذه الايام كما لا يعلمون ان هذا هو الوقت الذي يمكن فيه تقريب الاولاد الى الله تعالى اكثر فاكثر فهناك حاجه ماسه في هذه الايام ان يهتم كل بيت احمدي بهذا الامر اهتماما كبيرا لكي نجتذب محبه الله اكثر فاكثر وتكون عاقبتنا حسنه وفقنا الله تعالى لادراك حقيقه التقوى والتحلي بها لقد وضح سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام دقائق التقوى بطرق شتى وفي مناسبات مختلفه ان حضرته عليه السلام هو الحصن الحصين والملاذ المنيع في هذا العصر وقد وضح لنا تعاليم الاسلام الحقيقيه بعد ان ارشده الله تعالى اليها وحثنا بكل حرقه ولوعه على الدخول في هذا الملاذ بعد ان دلنا على السبيل آه الذي دعا الله تعالى ورسوله اليه فمن واجبنا الوفاء بعهدنا الذي عاهدناه عليه عند انضمامنا الى جماعته وهو باننا سنصغي الى كلامه ونعمل به علينا ان نتدبر في كلماته المليئه بالحرقه والالم ونعمل بها لكي نتمكن من الوفاء بعهدنا ولنكون من الذين لهم العاقبه الحسنى في الدنيا والاخره سوف اقرا على مسامعكم الان مقتبسات من كلمات سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام التي القاها امام ابناء الجماعه في مختلف المجالس من اجل رقينا في الروحانيه والتقوى لقد قال عليه السلام في مجلس وهو يبين ما هي التقوى وكيف تنال لا بد للمرء أن يدرك أولا ما هي التقوى وكيف تنال المراد من التقوى ان يجتنب المرء حتى ادنى انواع الرجس والسبيل لذلك هو ان يتخذ التدبير بصوره كامله لكي لا يقترب من حافه الاثم ثم يجب الا يكتفي بالتدبير بل عليه ان يدعو الله تعالى حق الدعاء حتى يذوب حرقه عليه ان يكون دائم التفكير والدعاء في قعوده وسجوده وركوعه وقيامه وفي صلاه التهجد وفي كل حاله وان ان ينجيه الله تعالى من خبث المعصيه ثم يقول عليه السلام ليس هناك نعمه اكبر من ان يصبح الانسان محفوظا ومعصوما من الاثم والمعصيه وان يعد من المتقين والصادقين عند الله تعالى ثم يقول عليه السلام ولكن هذه النعمه لا تنال بالتدبير وحده ولا بالدعاء وحده وانما تنال نتيجه الاتحاد الكامل بين الدعاء والتدبير اي ما لم تقوم بالتدبير والدعاء معا بصوره كامله لن تنال هذه النعمه ان الذي يدعو فقط ولا يتخذ التدبير فانه يرتكب الاثم ويختبر الله تعالى كذلك من اتخذ التدبير فقط ولم يقم بالدعاء فانه متجاسر وكانه يستغني عن الله تعالى ويريد ان ينال البر باسلوبه وبتدبيره وقوه يده ان الخيرات لا تنال بقوه اليد ثم قال عليه السلام اما المؤمن والمسلم الصادق فدابه اتخاذ التدبير والدعاء معا انه يتخذ التدبير بشكل كامل وياخذ بالاسباب الماديه كما ينبغي ثم يفوض الامر الى الله تعالى ويدعوه وهذا هو التعليم الذي علمناه في اول سوره في القران الكريم في قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين ان الذي لا يستعمل قواه فانه لا يضيعها وينتهك حرمتها فقط بل يرتكب الاثم ايضا ثم فصل المسيح الموعود عليه السلام الامر وقال ان المؤمن الصادق يستعمل كل ما اعطاه الله تعالى من قوى وكفاءات استعمالا كاملا ثم يفوض النتيجه الى الله تعالى قائلا ربي ها قد بذلت اقصى جهدي بحسب ما اتيتني من التوفيق هذا هو المراد من قوله تعالى اياك نعبد ثم يقول المؤمن واياك نستعين ويطلب عونه فيما تبقى من المراحل ولكن يجب ان نضع في الحسبان دوما ان الله تعالى يعلم بما في صدورنا وبجميع اعمالنا لذا على المرء ان يبذل اقصى ما في وسعه وتوفيقه ثم بعدها يمكنه ان يستعين بالله تعالى لذا فهناك حاجه ماسه لفحص انفسنا جيدا بهذا الصدد ايضا لنرى ما اذا كنا نعمل بتقوى الله ام لا ثم قال عليه السلام لا شك ان الانسان ينتفع من التدبير ولكن الاعتماد الكلي على التدبير هو منتهى الغباء والجهاله لا جدوى من التدبير اذا لم يكن مقرونا بالدعاء ولا فائده من الدعاء ما لم يكن معه التدبير لا بد اولا من اغلاق النافذه التي تدخل منها المعصيه اي المنفذ الذي يدخل منه الاثم والامر الذي يتسبب في الذنب والمعصيه والابتعاد عن الدين فلا بد من إغلاقه وإزالته أولا، ثم على المرء ألا يبرح في الدعاء للنجاة من جذبات النفس، ومن أجل ذلك قال الله تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا". ثم قال عليه السلام: كم حث الله تعالى هنا على اتخاذ التدبير لكن على المرء الا ينسى الله تعالى عند اتخاذ التدبير ايضا ومن جانب اخر قال الله تعالى ادعوني استجب لكم فاذا اراد الانسان الحصول على التقوى الكامله فعليه اللجوء إلى التدبير والدعاء كما ينبغي، وعندها سوف يشمله الله تعالى برحمته، ولكنه لو اتخذ أحدهما دون الآخر فسوف يظل محروما. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام شارحا الموضوع أكثر: "الإنسان يتمسك بالتقوى نتيجة المجاهدة والدعاء". ان تقوى الله اصل كل عمل فيقول عليه السلام ان الانسان يثبت على التقوى بهذه الطريقه فما هي تلك الطريقه يا ترى الا انها المجاهده والدعاء وان تقوى الله اصل كل عمل من كان محروما من التقوى فهو فاسق بالتقوى تنشا الزينه في الاعمال وبسببها ينال المرء قرب الله تعالى وبواسطتها يصبح وليا لله تعالى يقول عز وجل ان اولياؤه الا المتقون ويقول المسيح الموعود عليه السلام موضحا هذه الآية التقوى وحدها جزء من الولاية فقدوا حياتكم خائفين خاشعين لله تعالى فلو نلتم هذه الدرجة لوصلتم إلى الكمال عندما لا تبقى مرحلة للتقوى الكاملة إلا وقد عبرها المرء فإنه حينها يدخل في أولياء الله تعالى. والتقوى في مرتبتها الكاملة نوع من الموت. نعم، التقوى في مرحلتها الكاملة تمثل موتًا، لأنك عندما تخالف النفس من جميع الجوانب تموت النفس. لذلك قيل: موتوا قبل أن تموتوا. النفس تحب الملذات الظاهريه وتكون غافله تماما عن المتعه الباطنيه اي ان النفس لا تدرك المتعه الروحانيه والباطنيه بل تميل الى مغريات الدنيا الظاهريه وترغب فيها وحدها يقول عليه السلام لقد قال الله تعالى لتنبيه النفس انه من الضروري ان يحل الموت على الملذات الظاهريه وان تكون النفس على علم بالمتع الباطنيه عندها ستنشا المتعه الربانيه التي هي نموذج حياه الجنه عندما تبدا النفس بالعثور على المتعه الباطنيه تبدا حياه الجنه ثم قال حضرته عليه السلام ناصحا جماعته يجب على أفراد جماعتنا أن يوردوا الموت على النفس هذه النصيحه ليست موجهه الى اولياء الله او الصلحاء الكبار فقط بل هي موجهه الى عامه افراد الجماعه ايضا فلا يظنن احد ان الانسان بحاجه الى الوصول الى مكانه معينه قبل تحقيق هذا الهدف بل قدم عليه السلام هذه النصيحة لأفراد الجماعة بوجه عام، فقال: "يجب على أفراد جماعتنا أن يوردوا موتًا على النفس ويجاهدوا أولًا للحصول على التقوى". كما أن الأولاد الصغار عندما يتعلمون الكتابة بخط جميل يكتبون حروفًا معوجة في البداية ثم يشرعون بعد التدريب في كتابة الحروف بشكل سليم وصحيح. كذلك يجب على أفراد الجماعة أن يتدربوا. عندما يرى الله تعالى جهدهم سيرحمهم تلقائيا. ثم يقول عليه السلام شارحا قوله تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" المراد من المجاهده ان يستمر المرء في التدريب والجهد والدعاء من الله تعالى عندها يرحمه الله تعالى ويثمر مساعيه كذلك المراد من المجاهده هنا التمرين مثل ما يقوم به الطفل فيجب عليه ان يدعو من ناحيه ومن ناحيه ثانيه يجب ان يقوم بالمجاهده على اكمل وجه فينزل فضل الله تعالى في نهايه المطاف ويخمد حماس النفس وتبرد ثورتها وتصبح في حاله كان ماء قد صب على النار ولكن كثيرا من الناس مبتلون بالنفس الاماره ثم قال حضرته عليه السلام عن اصلاح الجماعه الداخلي ارى ان النزاعات تحدث احيانا بين افراد الجماعه وتحدث انواع الشجار والبعد ويهاجم احد عرض غيره نتيجة نزاع بسيط بل وينشا بينهما خصام كبير هذا تصرف غير لائق تماما ويجب الا يحدث ما الضير اذا اعترف احد بخطئه هناك بعض من الذين لا يرتدعون عن ملاحقه الاخرين وتذليلهم لاتفه الاسباب فهذه تصرفات يجب اجتنابها إن من صفات الله تعالى الستار أيضاً، فلماذا لا يرحم المرء أخاه ولا يعفو عنه ولا يستره؟ يجب على المرء أن يستر أخاه ولا يهتك عرضه. ما زال في جماعتنا أناس إذا سمعوا شيئاً بسيطاً يخالف طبعهم ثاروا فوراً، بينما لا بد من إخماد الثورة ليحل محلها الحلم والتسامح. يلاحظ أنه حينما يبدأ نقاش حاد بين اثنين على أتفه الأمور، يسعى فريق ليتغلب على الفريق الآخر وينتصر عليه بأي شكل. لذلك فإنه يجب اجتناب ثورة النفس في مثل هذه المناسبات، بل يجب أن يختار المرء الذلة لنفسه قصداً لإزالة الفساد في أمور بسيطة، وأن لا يحاول تذليل أخيه عند المواجهة. إن أصل الرعونة الكبيرة والمرض أن يمسك المرء بخطأ أخيه ويشيعه، أي إن محاولة المرء للانتصار على أخيه إنما هي أصل الرعونة، فقد ذكر عليه السلام أولاً أصل الرعونة وهو أن يتمسك المرء بخطأ أخيه ويشهر به، ثم وضح الموضوع أكثر وقال أن محاولة المرء للانتصار على أخيه أصل الرعونة، فقال أن الرعونة ترغب الإنسان في إشهار عيوب أخيه، يتابع حضرته ويقول: "إن النفس تفسد بسبب هذه التصرفات فلا بد من اجتنابها". باختصار كل هذه الأمور تدخل في التقوى والذي يسلك دروب التقوى في الأمور الظاهرية والباطنية يصنف مع الملائكه لانه لا يبقى فيه شيء من التمرد فحاولوا ان تنالوا التقوى لان البركات كلها تاتي بعد التحلي بالتقوى وينقذ المتقي من بلايا الدنيا ويستره الله تعالى، ولا يجني أحد فائدة ما لم يسلك هذا المسلك، ومن لم يفعل ذلك لا يستفيد من بيعته لي شيئا، اعلموا أن إقرار البيعة باللسان فقط ليس بشيء، بل الله تعالى يريد التزكية. اذا بقيت فيكم الرعونه والكبر والعجب وسرعه الغضب كما هي في الاخرين فما الفرق بينكم وبين غيركم وقد وضح المسيح الموعود هذا الموضوع على النحو التالي ايضا فقال احدثوا تغيرا في نفوسكم وأحرزوا مستوىً عالياً من الأخلاق. إذا كان هناك شخص سعيد واحد في القرية، سيتأثر الناس كلهم بكراماته. أي لو كان هناك شخص صالح وسعيد الفطرة، وينفع الناس ويتحكم في عواطفه، وكان متواضعا، لتأثر الناس من كراماته. وهذه أيضا وسيلة لتبليغ الدعوة. الصالح الذي يكسب الحسنات بخشية الله تعالى، وينشأ فيه نوع من الرعب، ويؤثر في القلوب، ويبدو جليا أنه من أهل الله. يتابع حضرته عليه السلام مهما ناصبه الناس عداوة سيصبحون تابعين له تلقائيا رويدا رويدا. ويبدؤون بتعظيمه بدلا من تحقير شأنه. يقول حضرته عليه السلام من الصدق والحق تماما أن الذي يأتي من الله تعالى فإن الله يرزقه نصيبا من عظمته وهذا هو طريق السعادة. فتذكروا أنه لا يجوز إزعاج الإخوة وإيذاؤهم على أبسط الأمور. إن النبي صلى الله عليه وسلم متمم جميع الأخلاق. وفي هذا الزمن اقام الله عز وجل النموذج الاخير لاخلاقه صلى الله عليه وسلم فسيكون من المؤسف جدا ومدعاه للشقاوه ان بقيت الوحشيه نفسها قائمه الان ايضا فلا تتهم الآخرين بالعيوب؛ لأن الإنسان أحيانًا يتورط في العيب نفسه الذي يكون قد اتهم غيره به. إن لم يكن فيه ذلك العيب، إن لم يكن ذلك العيب فيه فقد اتهمته ظلمًا، وبالتالي ستتورط فيه بنفسك. ولكن إذا كان فيه حقيقة ما تتهمه به، واذا كان فعلا مصابا بذلك العيب فامره الى الله تعالى مع كل ذلك لستم بحاجه الى اتهامه بل ان كانت فيه تلك السيئه فاتركوا امره الى الله تعالى ولكن احذروا انه ان لم يكن فيه ذلك العيب ومع ذلك تتهمه به فمن الممكن جدا ان تكون انت عرضه له ثم قال عليه السلام من عادة الكثيرين أنهم يلصقون تهما باطلة شنيعة بإخوتهم دون أي تردد، فاجتنبوا هذه الأمور وانفعوا بني البشر، وواسوا إخوتكم، أحسنوا إلى الجيران، وعاشروا أزواجكم بخير، واجتنبوا الشرك قبل كل شيء، فإنه اللبنة الأساسية لبناء التقوى. ثم يقول عليه السلام: التقوى تعني أن يجتنب المرء الطرق الدقيقة للسيئة. لكن اعلموا أن التقوى لا تنحصر في أن يعد المرء نفسه صالحًا لأنه لا يسرق ولا ينهب ولا يغصب مال أحد ولا يسيء النظر ولا يزني. فإن مثل هذه الحسنة مدعاة للضحك في نظر العارف بالله. لأنه إذا ارتكب أحد هذه السيئات، وسرق أو قطع الطريق أو زنى لواجه العقوبة، فليست لهذه الحسنة مكانة تذكر في نظر العارف بالله. وإنما البر الحقيقي هو أن يخدم المرء الإنسانية، ويظهر كامل الصدق والوفاء في سبيل الله، ويستعد للجود بحياته أيضا في سبيل الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي أن الله تعالى مع الذين يكسبون الحسنات أيضا إلى جانب اجتنابهم السيئات، أي أن الله تعالى مع أولئك الذين يجتنبون ارتكاب السيئات، وإضافة إلى ذلك يكسبون الحسنات أيضا. تذكروا جيدا أن مجرد اجتناب السيئة ليس أمرا محمودا ما لم يحرز المرء الحسنات أيضا. ثم يقول حضرته عليه السلام: اعلموا يقينا ان اساس كل طهاره وبر هو الايمان بالله تعالى فبقدر ما كان ايمان المرء بالله ضعيفا سبب ضعفا وتكاسلا في اعماله الصالحه ولكن اذا كان ايمانه قويا بالله تعالى كانت اعماله ايضا حسنه وكلما كان ايمان المرء قويا وكلما كان يقينه كاملا بجميع صفات الله تعالى ادى الى حدوث تغير غريب في اعماله فلا يمكن أن يجرؤ المؤمن الحقيقي بالله تعالى على ارتكاب الإثم، لأن مثل هذا الإيمان يقطع قواه النفسانية وأعضاء الذنب أيضًا. فانظروا إذا أخرجت عينا أحد فأن له أن ينظر نظرة السوء. وكيف يصدر منه ذنب ترتكبه العيون؟ وكذلك لو بترت يداه، فكيف يقدر على ارتكاب الذنوب التي تصدر من هذه الأعضاء؟ وهكذا يحدث تماما حين يكون الانسان حائزا على النفس المطمئنه فانها تعميه ولا تبقى في عيونه قوه لارتكاب الذنب فهو ينظر ولا ينظر اي انه ينظر ولكنه لا ينظر بنظره السوء ولا بنظره لارتكاب الاثم لانها تسلب من عينيه القدره على ارتكاب الذنب وكذلك يكون أصم مع وجود الاذنين لانه لا يسمع بهما أمورا غير لائقه ولا يسمع أمورا تعد من الذنوب كذلك تقطع جميع قواه النفسانيه والشهوانيه واعضائه الداخليه ويحل الموت على جميع القوى التي كان بالامكان ان تصدر منها الذنوب ويصبح كالميت تماما ويكون تابعا لمرضات الله فقط ولا يستطيع ان يخطو خطوه واحده بدون رضا الله تعالى انه الايمان الصادق بالله تعالى الذي يولد مثل هذه الحاله ونتيجه لذلك يعطى للمرء اطمئنان كامل ويجب ان يكون بلوغ هذا المقام هو الغايه المنشوده للانسان ثم قال حضرته عليه السلام ناصحا جماعته وإن جماعتنا بحاجة إلى مثل هذا الاطمئنان، ولكن للحصول على الاطمئنان الكامل هناك حاجة ملحة للإيمان الكامل، فإن الواجب الأول على أبناء جماعتنا هو أن يحرزوا الإيمان الصادق بالله تعالى. ثم قال حضرته عليه السلام: "لا أحد يقدر على أن يتزكى ما لم يزكه الله تعالى، فعندما ستسقط روحه على عتبة الله بالتذلل والتواضع" فسوف يتقبل الله دعاءه ويصبح من المتقين وسيكون جديرا بان يفقه دين النبي صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك فان ترديده كلمات الدين وقيامه بالعباده وغيرها ليس الا عاده وتقليد الاباء اي يقوم بذلك لان اباءه واجداده كانوا يفعلون ذلك دون ان تكون فيه اي روحانيه ولا حقيقه فهذا هو المستوى المطلوب من التقوى والتفقه في الدين والعمل بتعاليمه الذي نبهنا اليه المسيح الموعود عليه السلام. وعلينا ان نسعى جاهدين باعمالنا خاضعين امام الله تعالى ومستعينين به ليوفقنا الله تعالى لتحقيق هذه المستويات وتحقيق امال المسيح الموعود عليه السلام. وانها التقوى نفسها هي التي توفق المراه ليستخدم الرخصه في الصيام المذكوره في الايات التاليه بشكل صحيح لان الله تعالى ترك الامر وفق حاله كل انسان ولكن بشرط مراعاه التقوى فان كان احد مريضا بمرض لا يقوى معه على الصوم او منعه الطبيب من الصوم فعليه الفديه ولكن لا يجوز ان يبحث احد عن حيل تجيز له اداء الفديه بدلا من الصوم فقد قال تعالى بانه لا بد ان يراعي الانسان التقوى عند كسب حسنه من الحسنات وان يكون طائعا لله تعالى وملتزما بالامور التي امر الله تعالى للقيام بها فان تعمق احد في الموضوع مراعيا التقوى ومحاسبا نفسه فسيدرك حقا ما اذا كان الصوم خيرا له ام تحل محله الفديه بشكل مؤقت ثم وضح الله تعالى الامر لاحقا حيث قال من كان منكم مريضا او على سفر فعليه الا يصوم لان الله تعالى لا يريد بكم العسر ولكن عليكم ان تكملوا عده الصيام التي تركتموها عند زوال المرض وانتهاء السفر حتى ولو اديتم عنها الفديه ايضا على اي حال يعود الأمر في النهاية إلى النقطة نفسها، وهي أنه علينا اتخاذ القرار مراعين التقوى، خاشعين لله تعالى ومدركين أن الله تعالى يعرف حقيقة حالتنا. إن فعلتم ذلك فإن الله تعالى يجعل من أمركم يسرًا ويظهر لأعمالكم نتائج فضلة. يقول المسيح الموعود عليه السلام. من سعد قلبه بحلول رمضان وكان ينتظر ليحل رمضان فيصومه ولكنه لم يقدر على ذلك بسبب مرض أصابه لن يعد محروما من الصوم في السماء إن كثيرا من الناس في الدنيا يلجأون إلى الأعذار ويزعمون أنهم يخادعون الله أيضا كما يخادعون أهل الدنيا أي يزعمون أنه يمكن خداع الله أيضا كما يخدعون أهل الدنيا الباحثون عن الاعذار ينحتون المساله من عند انفسهم ويضيفون اليها تكلفات ويعدون تلك الوسائل صحيحه يقولون حدث كذا وكذا ويعتقدون انهم وجدوا التبرير للافطار ولكنها ليست صحيحه عند الله تعالى إن باب التكلفات واسع جداً، أي أن العذر يولد أعذاراً أخرى. إذا أراد الإنسان العمل بناءً على التكلف، فيمكن أن يصلي جالساً طوال حياته ولا يصوم أبداً، ولكن الله تعالى يعلم نيته وإرادته. فالله عالم الغيب وهو مطلع على سريرتنا وهو اعلم بنياتنا وارادتنا فالله تعالى يتعامل مع المرء بحسب الصدق والاخلاص الذي يكنه في قلبه اما الذي يلجا الى الاعذار فسوف يعامل بحسبها لان الله عليم فالذي يكن الصدق والإخلاص يعلم الله أن في قلبه ألمًا فيزيده ثوابًا لأن ألم القلب جدير بالتقدير. أما الباحث عن الأعذار فلا يكون في قلبه أي ألم وحرقة. إن الباحثين عن الأعذار يعتمدون على التأويلات ولكن هذا الاعتماد لا يعني عند الله شيئًا. فهذا هو المبدأ الذي يجب أن نضعه في البال دوما، فقد وضح الله تعالى أنه لا حرج على المسافر والمريض فليكمل العدة فيما بعد، لكن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قال أيضا أن على المرء أن يعطي الفدية أيضا حتما في هذه الحالة، لأنه ببركتها سيوفق للصيام، في هذه الأيام يسأل الناس أنه بسبب الصيام سيجف الحلق. ويزداد الاحتمال بالإصابة بالفيروس، فهل يصومون أم لا؟ فأنا عادة لا أحكم ولا أفتي في ذلك، وإنما أكتب في الرد عموماً: "اتخذوا القرار بأنفسكم بحسب أوضاعكم، واستفتوا قلوبكم بصدق القلب والتقوى". فمن هدي القرآن الكريم الواضح أن على المريض ألا يصوم، أما أن يفطر الإنسان خوفاً من أن يصاب فهذا باطل. كما قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أن في هذه الحالة يولد العذر عذراً آخر والحيلة تخلق حيلة أخرى. إذا قال أحدهم أن الأطباء يقولون أن هناك احتمالاً لهذه المشكلة، فقد طلبت الرأي من شتى الأطباء المختصين، فآراء الأطباء أيضاً متباينة. فقد كتب الأطباء المهارة أنه ليس من المؤكد أن الصيام يتسبب في المرض حتماً، إلا أنه إذا ظهرت العلامات مثل السعال أو الحمى، حتى لو كانت خفيفة أو لاحظتم أي علامة أخرى، فلا تصوموا، وإذا كنتم صائمين فأفطروا. أما الأطباء الذين يميلون إلى الإفطار أو يقدمون الشروط التي تؤدي في نهايه المطاف الى انه من الافضل الا تصوموا فرايهم ايضا غير واضح فهم يحذرون من ناحيه ومن ناحيه يقولون انه يمكن ان يصوم المرء مراعيا الطعام المناسب لكن لاي حد يستطيع الفقراء ان يراعوا الطعام المناسب على كل حال ف فبعد الاطلاع على آراء مختلفة نتوصل إلى الاعتقاد أنه لا حرج في الصيام. أما إذا كان هناك شبهة خفيفة للإصابة فينبغي الإفطار فوراً. ويرى البعض أن البيت الذي فيه أي مريض فعلى الأصحاء فيه أيضاً ألا يصوموا. بينما يقول أطباء آخرون أنه لا جواز لذلك. باختصار ينبغي شرب الماء عند السحور والإفطار والذين يخافون على انفسهم فعليهم ان يتناولوا الطعام الذي يحفظ الماء في الجسم مده اطول اذا كانوا يطيقون باختصار ما دامت اراء الاطباء من امريكا والمانيا وبريطانيا ايضا متباينه فيجب ان نحذر من ان نفطر بناء عليها ونعد من الذين قال المسيح الموعود عليه السلام عنهم انهم يعتمدون على التاويلات. غير ان الحذر لازم، فالبعض يكون احتياجهم الى الماء قليلا اصلا، فهم عاده قلما يشربون، وهم يصومون ايضا، فكان هناك رجل صالح اسمه تشودري نذير احمد. وكان يتجول طول اليوم هنا وهناك في الصيف، وكان يشرب قليلا أو ما كان يشرب. أما نحن فكنا نندفع إلى الماء فور دخول البيت. فسألته عدة مرات عن ذلك، فكان يقول: "إن احتياجي إلى الماء قليل". فالطباع مختلفة، وفي هذه الأوضاع يجب أن يقرر كل إنسان بحسب طبعه مستفتيا ضميره. أدعو الله تعالى أن يوفقكم للصيام وأكثر الدعاء في هذه الأيام عموما أن يهب الله تعالى للناس عقلا ليعرفوه وأن يرفع هذا البلاء عن العالم عاجلا ويرحمهم وأن يوفقنا نحن الأحمديين أيضا لأن نؤدي حقوقه وحقوق عباده سالكين على دروب التقوى ونستفيد من بركات رمضان كامله تذكروا ايضا ان اوضاع الاقتصاد في العالم قد تدهورت جدا بسبب الوباء فحين يحدث التدهور الاقتصادي كما في هذه الايام يزداد احتمال الحروب ايضا فقد بدا كثير من المحللين يتكلمون عن ذلك ثم ان الحكومات الماديه تبحث عن الحلول لمشاكلها والوسائل لنيل مصالحها بالحيل الماديه فالحكام يقومون لصرف انتباه الشعب عن المشاكل بتصرفات تقودهم الى مشاكل اكثر فيتقدمون الى دمار اكبر فكما قلت قد بدا المحللون ايضا يتحدثون عن هذا نسال الله تعالى ان يهب العقل والحكمه للقوى الكبرى فتعمل بالعقل ولا تخطو اي خطوه تجر العالم الى مزيد من الفتن والدمار فهذه الامور الان تتداول في الجرائد علنا والمحللون ايضا يتكلمون عن ذلك فقد هددت امريكا ايران كما تتهم الصين بانها لم تقدم معلومات صحيحه ومن ثم يجب ان ترفع ضدها قضايا ويجب ان تعامل بكذا واننا سنتصرف بكذا وكذا مع ايران باختصار يجب ان تتعقل الحكومه الامريكيه والحكومات الاخرى ايضا وفي هذه الاوضاع بدلا من ان تسوق العالم الى مزيد من الدمار باتخاذ خطوه خاطئه عليهم ان يخططوا بتفكير رصين راجعين الى الله منيبين اليه ومستعينين به وليدعوا الله لاتقاء هذا الوباء ويعين العلماء الذين يسعون للوصول الى علاج هذا المرض وفقنا الله تعالى لان ندعو ونحسن حالتنا الروحانيه وان يوفق العالم والحكومات الكبرى ان تتخذ القرارات وخطط عمل للمستقبل بالعقل والحكمه امين <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده <نا> ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ <نا> بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربان القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذووه يستجب لكم ولذكر الله اكبر